بأشبه ما يكون بانتفاضة لأجهزة الدولة المصرية على مدار الأسبوع اللي فات علشان تزيل التعديات اللي حصلت على أراضينا المصرية في كل المحافظات، وكل يوم بقينا بنرصد أعمال الإزالة هنا وهناك. السادة المحافظين بعد اجتماع مجلس المحافظين مع رئيس الوزراء طبعا شكلوا لجان تنسيق مع الشرطة والأجهزة التنفيذية علشان يبدأوا عمليات الإزالة. أما وزارة الزراعة فانتهت هي كمان من عمليات الحصر اللي عملتها عن المخلفات اللي موجودة على الطرق الصحراوية، وهتنتهي إن شاء الله من حصر باقي التعديات بكرة. ده غير خرائط التعديات اللي موجودة هي كمان في كل المحافظات. طبعا اللي أطلق الشرارة دي للموضوع كان غضب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت ما كان بيفتتح مشروعات التنمية في عند أهالينا في الصعيد، واتكلم يومها عن التعديات على أراضينا على أراضي الدولة المصرية، وقال باللفظ مصر مش طابونة. أنا سعيد للغاية بكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه مش بس حفاظ على أراضي بلدنا، ده حفاظ على يعني مستقبل ولادنا. دي أراضي الدولة المصرية، من يعتدي عليها بالتأكيد هو الملام، اعتدى على حق مش ملكه، وأي حاجة ملك الدولة المصرية ترجع مرة تانية، ده حق بلدنا عليهم. اسمحوا لي بينضم لي على هذا الامر السيد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزه. يا اهلا وسهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا بحضرتك فندم. مشرفني يا فندم بكل تاكيد. محافظه الجيزه يا فندم من اكثر المحافظات اللي كان فيها تعدي على الاراضي التابعه للدوله، وخاصه على الطريق الصحراوي، انت تعلم. ايه اللي قمتوا بيه علشان ترجعوا حق الدوله المصريه مره ثانيه؟ هو طبعا زي حضرتك ما قلت، وفي توجيهات من السيد رئيس الجمهوريه ولقاءات واجتماعات مستمره للمهندس الشريف اسماعيل رئيس الوزراء وكافه الجهات المعنيه مع قطاع امن الجيزه والمنطقه المركزيه العسكريه. بالفعل الجيزه بدات تنفيذ تلك القرارات تباعا بصفه يوميه على كافه نطاق المراكز والمدن والاحياء اللي في الجيزه. احنا النهارده حضرتك تم استعاده 230 فدان طريق مصر اسكندريه الصحراوي في المنطقه المحصوره ما بين ميدان الرمايه حتى كيلو 28، بنتكلم على تنفيذ 9 قرارات باجمالي حوالي 230 فدان قيمتهم بتتعدى مئات الملايين من الجنيات. ايضا استمرار الحملات في نطاق مركز ومدينه البدرشين، هناك تعديات عديده في حرم منطقه كان في مقاومه في المنطقه اللي حضرتك ذكرتها لي في الاول يا ست اللي هو، لان انت بتتكلم من الرمايه ومنطقه يعني تقيله. طبعا طبعا، يعني انا بنتكلم على مثلا في مساحه 100 فدان تبع احدى الشركات ومصنع للتحجير تم استعادتهم اليوم قبل اتصال حضرتك بعده ساعات. مساحه اخرى 78 فدان، مساحه اخرى 34 فدان، وبعض القطع الصغيره ايضا يعني. فدي تم استعادتها النهارده الحمد لله. بتستكمل حملات مجهوداتها في نطاق منطقه دشور حرم المنطقه الاثريه، وده لا يجوز اي تعدي ايا كان نوعه. ده ما فيش تصالح عليه بقى يا سياده اللواء؟ لا تصالح يا فندم، ما ينفعش، ده حرم منطقه اثريه، يعني احنا بنتكلم على اثار مصر، فلا غير مسموح بالمره اي تعديات ايا كان نوعها. احنا نفذنا بالفعل استعاده 50 فدان، وحاليا الحمله مستمره حتى الان في منطقه متاخمه اخرى في نطاق دشور ايضا، ولسه بقيت القرارات بتاع حرم المنطقه الاثريه في المنطقه المحصوره ما بين دشور وحتى برواش. ايضا عندنا ارض ملك هيئه الاوقاف داخل المدينه في نطاق حي بولاق الدكرور، ما زالت الحمله مستمره الان لتنفيذ داخل المدينه. يعني مش بس في الصحراء او الاماكن البعيده، كمان داخل المدينه. طبعا تعديات مستمره، عندنا ارض اصلاح زراعي، عندنا هيئه التعمير والتنميه الزراعيه تبع لوزاره الزراعه ايضا. كافه الولايات الخاصه بالوزارات احنا في تنسيق دائم ومنعقدين على مدار اليوم لاستكمال البيانات وقرارات الازاله اللازمه، ويتم استعاده كافه الاراضي. طيب حاجه نعرفها برضو يا سياده اللواء، لو في اراضي مزروعه وده طبعا اراضي معتدى يعني عليها من قبل اصحابها دول، او مش اصحابها طبعا، اللي هم ظنوا ان هم اصحابها فتره من الفترات، هتعملوا ايه مع المحصول؟ لا دعنا حضرتك، بنتعامل مع كل حاله على حده،
الزراعات الصوريه دي لا مش هناخد بيها. تمام. يعني التعليمات واضحه وتنفيذ الكلام ده بمنتهى الجديه والحسم. الزراعات اللي موجوده المثمره او المناطق اللي بيقطنها سكان اقامه دايمه منذ سنوات عديده ليها نظام تاني بيتم تقنين اوضاعها مع الجهات المختصه ودي بتتعرض على اللجنه. انما حضرتك الحاجات الصوريه انا واخد 100 فدان زرع 30 و70 معايا مش مصدرين هيتم استردادها مره ثانيه. لا طبعا ال70 بيتم استدعائهم بالتوفيق بالتاكيد يا سياده اللواء ومجهود كبير للغايه واحنا بنعول على المجهود ده عوده الحق مره ثانيه لاصحابه للدوله المصريه. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. السيد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزه كمان بينضم لي عبر الهاتف السيد اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه. يا اهلا وسهلا بك يا سياده اللواء. اهلا بيك يا فندم. مشرفني بكل تاكيد. والغربيه يعني لها ميزه وان كان في نفس الوقت عيب، العيب ان هي المحافظه الوحيده على مستوى الجمهوريه اللي مالهاش ظهير صحراوي. فضغط عليكم بالتاكيد، عملتوا ايه الفتره اللي فاتت يا فندم؟ طبعا يعني احنا زي استكمالا للسيد الزميل كمال الدالي اللي كان تناوله طبعا تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهوريه بمنتهى الجديه وبمنتهى الحزم واللي التعدي على اراضي الدوله غير مسموح به ايا كان، وده القرار كان في محله ان اراضي الدوله غير مستباحه وده ملك ال 92 مليون مواطن مصري مش ملك اي حد. اللي عاوز يعني يضعه على ارض لابد تبقى في اطار القانون واطار المقنن سواء ايا كانت جهه من الجهات سواء املاك دوله او اصلاح زراعي او اراضي زراعيه او ثروه سمكيه او سكه حديد او تنميه السياحه او الاثار او الاوقاف. كله ده لابد الاراضي اللي تم التعدي عليها لابد من التعامل معها. لا ثانيه واحده نقف عند الجزئيه اللي فاتت يا سياده اللواء، حتى لو اوقاف حتى لو مأجرين من الأوقاف ولا لو إيجار يبقى كده قانوني؟ لا لو مأجر من الأوقاف وفي تعامل ما بينه وبين الأوقاف ومفيش واللي في تعامل أنا مش هتناول هذا. ده قانوني الوضع اللي هتناوله إن هو لو هو عمل فيه سطو على الأرض واكتسب الملكية الأرض بدون سند من القانون وغير معترف بملكية الأوقاف في ليل الارض. المساحه وصلت قد ايه يا فندم لغايه النهارده؟ احنا عندنا لما حصرناهم احنا اول امبارح يعني كان العدد الكبير بتاع الاوقاف كان الموجود عندنا عدد كبير جدا حوالي 3831 حاله، لكن لما يعني فندنا الحالات عندنا المطلوبه فعلا التعامل معاها زي ما حضرتك قلت اللي هي مش متعامله اللي هي مش متعامله مع الاوقاف احنا لقينا 20 حاله 20 في المحله و20 حاله في طنطا، دي اللي هيتم التعامل معاها فورا بالإزالة. أما في التعامل مع الأوقاف إن أنا في علاقة إيجارية ما بين الأوقاف والمزارعين والمزارع بدأ يبني على الأرض. طبقا لعقد الإيجار اللي بين الطرفين إن لو في حالة بناء أو في ما شابه ذلك هيفسخ فسخ العقد. أنا الكلام ده مش هتعامل معاه لكن أنا في المرحلة القادمة برضه بعد ما اخلص التعديات الصارخه دي. بس يكفي ان حضرتك طمنت اهالينا في الغربيه ان اللي يعني اجروا من الاوقاف دول يعني امرهم قانوني فبالتالي ما فيش مساس بيهم. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. سيد اتفضل يا فندم. حضرتك اتفضل. اللي سمعني اللي مع الاوقاف وتمت وبنى فوق الارض بتاعت الاوقاف ده غير مسموح بيه، ده هيفسخ عقد الايجار في اللحظه دي، الارض هتعود لهيئه الاوقاف مرة أخرى. فأنا بقول من خلال الشاشة. طب واللي تصالح المواطنين. اللي تصالح مع الأوقاف ما فيش تصالح يا فندم، والبناء على الأرض ما فيش تصالح، والبناء على الأرض الأرض أرض زراعية ولا يجوز التصالح على المباني عليها. أنت كده هتقابل كتير قوي يا سيادة اللواء. بإقامة المباني هيتم فسخ العقد، هيتم فسخ العقد. لذلك أنا بقول من خلال القناة بتاعت حضرتك والناس كلها سامعاني، اللي بنى على أرض من الأوقاف وعقد الإيجار بتاعه بيبيح لي الزراعه فقط فده خالف عقد الايجار، فالعقد في الحاله دي هيبقى مفسوخ، فيتبين عليه ان هو يزيل هو من عندياته دلوقتي كل المباني الموجوده. هنتابع بالتاكيد مع حضرتك في الفتره اللي جايه ان شاء الله. جزيل الشكر السيد اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه. ومن الغربيه في وسط الدلتا للفيوم في غرب بلدنا الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم. يا اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. مشرفني يا فندم بكل تاكيد. أراضي الدولة حق أولادنا ومستقبلهم في الفترة اللي جاية عملتوا فيها إيه اللي تم طبعا الاعتداء عليها؟ شوف فندم مبدئيا أنا تصوري إنه قرار بتاع سيادة الرئيس ده قرار يعتبر من القرارات التاريخية في وقت مصر. ليه؟
لانه ارض الدوله دي منهوبه من سنوات طويله جدا، قيمتها تقدر بالمليارات. عدم وجود هيبه للدوله وقوه لانفاذ القانون بيعطي انطباع للاخرين انهم يتمادوا ويستمرقوا في التعدي على اراضي الدوله. طبعا الاملاك الدوله بتنقسم لاملاك ولايات المحافظه واملاك ولايات جهات اخرى. عندنا في كل محافظات مصر من 8 ل 10 جهات اثار واوقاف وسكه حديد، واحنا عندنا في الفيوم كمان بيزيد المحميات والبحيره وحاجات زي كده. المهم احنا الحصر طبعا بيتم من الجهات المختلفه، الارقام تتغير كل شويه. كم فدان لغايه النهارده يا دكتور؟ اللي تم ازاله التعدي عليهم ولا الحصر؟ الحصر كله واللي تم الازاله. شوف الحصر بتاع املاك المحافظه 12,000 فدان، ده متعدي عليهم بالزراعه. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم. 12,000 فدان؟ ده في الزراعه اللي هي ولايه المحافظه فقط. تمام. احنا الى الان تم ازاله 3517 فدان منهم، يعني تقريبا ربع المساحات كلها تم ازاله التعدي عليها في خلال الثلاث ايام الماضيه. هننتقل بقى بعد الانتهاء من فضلك 8500 فدان، ده كتير. ما احنا نزلنا في اربع ايام 3500 من ولايات المحافظه. في مقاومه من الناس؟ يعني بتقدروا تتكلموا مع الناس ازاي؟ اكمل حاجه يا فندم. اتفضل. نزلنا 5100 فدان كمان من ولايات الجهات الاخرى. تمام. بالنسبه لسؤال حضرتك الخاص بالمقاومه، ما نقدرش نقول عليها مقاومه، لكن طبعا المعتدين اصلهم دول بيبقوا حيتان ومتاجرين في الفساد والافساد، فهم بيبتدوا يبيعوا ويتصرفوا في املاك الدوله لمواطنين الحقيقه يقع عليهم جزء من المسؤوليه وجزء من الغبن. جزء المسؤوليه ان المفروض ما حدش بيتعامل او يشتري ارض او يتعامل ارض غير لما يتاكد من صحيح ملكيتها بسند القانون. لكن المواطن هو بيروح واحد معتدي على 100 فدان قسمهم وباعهم، اللي بيشتري منه ده مش يسال عنه، يشوف الاول في سند ملكيه لهذه الارض ولا لا. بكده نصب عليهم يعني. بالظبط كده. فاحنا بنتعامل يعني بقوه قانون وفي ملائمه لوضع الارض. بالتوفيق يا فندم ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وكل شيء بالتاكيد كل من له حق يذهب اليه الحق، سواء الدوله المصريه او اهالينا اللي اندحك عليهم مع الاسف. وانا بقدر الحاله اللي انتوا فيها دلوقتي، اللي اندحك عليهم وحد نصاب عليكم اراضي من اراضي الدوله، وبالتالي انتوا اللي اصبحتم في الواجهه مع الاسف. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم. كمان نطلع فوق شويه من فوق الفيوم لمحافظه البحيره والدكتوره ناديه عبده. يا اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. مشرفان يا فندم بكل تاكيد، ومتابعين نشاطاتك الفتره اللي فاتت ما شاء الله يعني. الحمد لله. طمنينا على أراضي بلدنا اللي موجودة في البحيرة، وطبعا البحيرة من أكبر المحافظات مساحة، فبالتالي الاعتداءات كبيرة. بالضبط بالضبط. شوف حضرتك، احنا قبل ما نبتدي الحملة الجميلة اللي سيادة الرئيس أمر بيها، الحملة اللي هي هتعيد طبعا أولا هيبة الدولة وكيان الدولة، و هترجع لكل ذي حق حقه يعني. احنا كنا ماشيين الحياه في الازالات عادي خالص، بس طبعا بكل صدق مش بهذه الهمه. احنا كان عندنا 1,700,000 جات لكم دفعه بوش من الرئيس؟ لا جات لنا دفعه طبعا. والتزام من الشرطه والتزام من كل الجهات ان احنا نبقى كلنا مع بعض ونطلع بيان مشترك. فاحنا كان عندنا 1,700,000 متر مسطح تعديات، كنا زلنا منهم 40% بالظبط كده، وكان عندنا 260 فدان زلنا منهم 20%. دي الارض اللي هي في ولايه محافظه البحيره. تعرف حضرتك في الولايات يعني عندنا اكتر من 7-8 ولايات، من اثار، من اوقات، من زراعه، من ري، من سكه حديد، في ولايات كثيره جدا. لغايه النهارده يعني احنا كنا ابتدينا الاربع الخميس، لغايه امبارح كنا لسه بنجمع بيانات من هذه الولايات. وبرضه انا بقول برضه بذيع على الهوا كده، لغايه النهارده احنا جات لنا من الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، ايوه كل اسم وجنبه هو كم يعني واخد كم. اللي حب يتصالح مع حضراتكم وانتوا جايين في وقت الازاله قال لك لا انا هتصالح. لا احنا هنتصالح لو كان القانون بيسمح. نتصالح لو كان القانون بيسمح، يعني واحد باني على ارض زراعيه لا ما بنقدرش نتصالح. انما واحد يعني معتدي على ارض زراعيه
وزارعها وهي مش من حقه، بنقول له تعالى اتفضل النهارده الفدان بكذا وانت ممكن تتصالح معانا اهلا وسهلا. بالتوفيق يا فندم، بالتاكيد ومجهود كبير شكرا. للغايه، ونتمنى شكرا. عوده الحق الى اهله مره ثانيه، واهل هذا الحق هو حضراتكم المصريين. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الدكتوره ناديه عبده محافظ البحيره. شكرا جزيلا يا فندم. دي كان جولة طبعا على عدد من محافظاتنا بخصوص إعادة حقنا، حق حضراتكم المصريين اللي كان متاخد من ناس يعني مش أصحاب هذا الحق. كل ما أقدر أوصفه بيه أوصفهم بيه إن هم مش أصحاب هذا الحق، وبالتالي كانوا بيعتادوا عليه. جت الضربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر، حركت كل الدولة المصرية. أتمنى الاستمرار في هذا الأمر، وفي نفس الوقت مراعاة أهالينا اللي تم يعني مع الأسف، مع الأسف أنا بقول كده، انضحك عليهم الفترة اللي فاتت، لأن أنا يعني إن هم بالتأكيد صعبانين عليا، والشخص اللي ضحك عليهم بقى أمامه القضاء والقانون مسار كبير، يعني ربنا يكون في عونهم بالتأكيد.